الكتاب المقدس الثمين يحتوي على عهدين، عهد قديم عهد جديد، عهد قديم 46، عهد جديد 27، كل الكتاب 73 سفران. العهد القديم يحتوي على تكوين خروج لاويين، عادة تثنية إشراق قدرة عوص صمويل يحوي سفرين، ملوك أيضا سفرين، أخبار أيام سفرين، عذراء نحامية طوبيان، يهودة أستير أيوب مزامير أمثال جامعان، نشد الانشاد والحكمه وحكمه يشع اشعيان، ارميا ومراسكي ارميا باروخ حسقيا الودانيا وشعي والعاموس عبيديا ويونانمي هانحوم حفقوق صفني حجي زكريا وملاخي مكابيين اول وتاني. الجديد يحتوي على متى مرقص لوقا يوحنا أعمال الرسل رامية كورنثوس رسالتين غلطيا أفاسوس فيليبي وكولوسي تسالونيكي رسالتين وتيموساوس رسالتين تيتوس فيليمون عبرانيين يعقوب وبطرس رسالتين ويوحنا تلت رسائل ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا.